المثال طلبة في المراكز الصيفية تؤخذ منهم الهواتف، تؤخذ منهم الهواتف خلال مدة 40 يوم شهر ونصف، ربما شهر تجد الطالب هذا ما شاء الله فعلا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه، فحفظ من القرآن الكريم عدد كذا من الأجزاء في أحد المراكز، حفظ طالب جايز بثمانية أجزاء ختم القرآن الكريم في المركز في صيف واحد فقط، جاي بثمانية أجزاء ختم القرآن كله حفظا في المركز، هذا غير حفظ المتون من الأبيات. طالب آخر أعرفه حفظ ما يقارب 1100 بيت في بعض أيام المركز، لماذا؟ لأن الهواتف أخذت منه. تعال أعيدوا لهم الهواتف وأعطوهم الكتب وقولوا لهم يا الله احفظوا واصلوا أكملوا، تجدوا إلى الصيف الثاني ما يزيد شيء إذا زاد زيد على السريع شيء بسيط. فالأمر واضح لمن أراد أن يسير ومن أراد أن يوجب لنفسه الصوارف والقواطع زيد، فما أكثرها كلنا واقعين فيها مثل هذا، يعني أمثال نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإعانة.